يا هلا ومرحبا فيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج تو كلينك. دكتور هاشم موسى العلي حياك الله. الله يحييك دكتور. الله يسلمك. إن شاء الله دكتور هاشم موسى العلي، حضرتك متخصص في جراحة مفصل الحوض وأيضا الركبة، ويمكن دكتور تكلمنا في حلقات سابقة عن الكثير من المشكلات اللي تصير في مفصل الحوض أو أيضا الركبة، من ضمنها الخشونة وبعض الإصابات الرياضية. ودكتور أعطيتنا الكثير من النقاط الهامة حول الطرق العلاجية وأيضاً التشخيصية اللي ممكن هي تأثر تأثير وايد كبير على السيطرة على هذه المشكلة الصحية. لكن دكتور اليوم نبي نتكلم عن الركبة والعملية الشائعة حالياً اللي هو تبديل مفصل الركبة. دكتور، من نقول تبديل مفصل الركبة يعتقدون الكثير من الناس أن نشيل هذا المفصل ونحط مفصل صناعي، لكن دكتور لما تشرح لنا في البداية شنو هو تبديل مفصل الركبة في العمليات الجراحية؟ إنزين، طبعاً هذا اللي قبالنا الحين هو تبديل مفصل الركبة. نعم. إحنا ما نسوي العملية الجراحية هذه إلا لمن تفشل كل العلاجات التحفظية. نعم. هني نلجأ حق العملية هذه. طبعاً في أنواع منها، في تبديل جزء المفصل، في تبديل كامل المفصل. نعم. يعتمد بعد دراسة المريض بالكامل في العيادة. ممتاز. المريض لما يجينا العيادة يتم دراسة الريل، يتم دراسة الأشعة، تتم دراسة الزوايا، تتم بعدها نحدد العملية. العملية نفس ما قلت هي تبديل للمفصل بالكامل، بحيث المريض بحيث نحلق على قولتهم الركبة نفس ما احنا شايفين هني، نركب مفصل في العظمتين. نعم. ونركب نسميها سفنجة بالعربي بين الركبتين، بحيث المريض الآلام بالغالب تروح almost 100% أو لي 90%. نعم. نسبة نجاح العملية توصل إلى 97%. ممتاز. بالمئة. إن شاء الله. ممتاز. المريض راح تتغير حياته صحيح. في الكامل. ممتاز. إنزين دكتور، بالنسبة حق هذا الشرح اللي شرحت لي إياه وقلت لي إن تبديل المفصل بالكامل، دكتور هل مثلاً الصابونة اللي إحنا نشوفها خارجية وملموسة بالنسبة حق الكثير من المرضى، دكتور هل هذه أيضاً تتغير وتصير صناعية ولا هي هذه تتم نفس ما هي؟ حلو، هذه نقطة وايد مهمة. طبعاً الخشونة هي تصير بين العظمة هذه والعظمة هذه. نعم. وفي خشونة ثانية ممكن تصير بين الصابونة وبين العظمتين. نعم. فإحنا في العملية نفسها ومن خلال الأشعة ممكن إذا شفنا في خشونة بالصابونة يتم تبديل الصابونة مع المفصل نفسه. نعم. مو كل المرضى. ممتاز. بعض المرضى. ممتاز. فإحنا نحددها قبل العملية وأثناء العملية. ممتاز. دكتور كنا قاعد نتكلم عن هذه النقاط كلها المهمة في هذا المفصل، لكن دكتور بينت لي أن في ثلاث مراحل لهذه الإصابة. دكتور بين لي أبسطها وأقوى هذه المراحل اللي تسوونها حق المشكلات اللي تصير في هذا المفصل اللي هو الركبة. كعمليات؟ اي نعم. اي طبعا العمليات احنا اغلب تبديل المفصل يكون لكبار السن. نعم. اوكي، في بعض الشباب ولكن ما ندر. اذا كان عنده حادث مثلا. نعم. وعنده خشونه ومؤثر على حياته نبدل له المفصل. نعم. اوكي، طبعا المفصل فيه تبديل مفصل جزئي. نعم. اذا كان خشونته فقط في جانب واحد. شو اللي تسوونه حقه في العمليه؟ اي نفس التبديل ولكن الجزء واحد. نعم. داخلي او الخارجي. ممتاز. اوكي، وفي عمليه تبديل المفصل الكامل. وفي عمليات في ناس مسويه تبديل المفصل. أوكي. ولكن فشلت العمليه او انكسر المفصل. هني تصير العمليات المعقده. ممتاز. بس في عمليات معقده. ممتاز. دكتور هاشم موسى العلي، عندي الكثير من الامور نبي نتكلم عنها عن تبديل المفصل الركبه بشكل عام، لكن ان شاء الله بعد الفاصل. اعزائي المشاهدين ناخذ فاصل ونرجع نواصل حديث الشيخ مع الدكتور هاشم العلي. يا هلا ومرحبا فيكم أعزائي المشاهدين، عدنا من بعد الفاصل. دكتور هاشم العلي كنا قاعد نتكلم عن تبديل مفصل الركبة بشكل كامل، وبينت لنا في جزئي وأيضا كامل وأيضا ما بعد الإصابات اللي يكون أساسا مسوين التبديل الكامل لمفصل الركبة. لكن دكتور نبي بعض الرسائل التوعوية نقدمها للسادة المشاهدين اللي ناويين أنهم يسوون هذه العملية الجراحية، شنو المفروض أنهم يسوونه قبل العملية الجراحية وبعد العملية الجراحية؟ طبعا هو برنامج كامل متكامل، هي مو فقط عملية. نجاح العملية إذا سوى المريض البرنامج كامل. ممتاز. طبعا لازم نعرف أن المرضى في الكويت غير المرضى اللي
سويت زمالتي في كندا. طبيعة مرضانا مو رياضيين نفس مرضى برا. صحيح. فلازم الجراح أو الدكتور يفرق بين مرضى برا ومرضى الكويت. مرضى الكويت لهم برنامج خاص فيهم. أوكي. فما قبل العملية في برنامج كامل من ضمن علاج طبيعي هو أهم بارت في البرنامج. نعم. أوكي. وفي مجموعة أدوية، في مجموعة بروتوكولات معينة نسويها. بعدها ندش في بارت العملية باختصار. بارت العملية يتم تبديل المفصل. بعدها في برنامج ثاني للعلاج الطبيعي ياخذ له تقريبا من شهر ونص الى 3 اشهر. ومن ضمن البرنامج هذا ان المريض يمشي في نفس اليوم بعد العمليه. صحيح. يمشي في نفس اليوم. ممكن في الكويت ما راح يكون نفس الاجانب او دول برا، لان دول برا يسوي رياضه باستمرار. صحيح. في بلدنا هني تكون مراه كبيره في السن، صعب انك تقنعها، ولكن صحيح. احنا قاعد نبذل جهد بحيث نقنع المريض إنه يلتزم في العلاج الطبيعي هذا، وخلال 3 أشهر بعد العملية تلقى المريض خلاص قام يمارس حياته الطبيعية. ممتاز دكتور، ما شاء الله شرح كافي ووافي، وأيضا تطمينات جميلة لأغلب الناس اللي ممكن يحتاجون مثل هذه العمليات. لكن دكتور مضطرين يعني أسألك السؤال، دائما نسمع إن في بعض الناس أو كبار السن من النساء أو من الرجال يقولون لهم الأفضل إنك تسويها مبكر، لأن كل ما يتقدم فيك السن ممكن تكون العملية هذه الجراحية صعب عليك أو التخدير صعب عليك. فدكتور كلمني عن هالنقطة هذه. صح، في بعض الحالات. أوكي. طبعا يعتمد على المريض هل عنده أمراض ثانية غير الخشونة. نعم. ولا ما عنده أمراض قلب، أمراض سكر. صحيح. أمراض ضغط. والأغلب دكتور يكون معهم هذه الأمراض، يعني إذا كانوا كارل سن. طبعا. نعم. ما يفرق، إحنا نسوي العملية. نعم. أوكي. بعد موافقة طبيب التخدير وطبيب الباطنية إنه ما في رسك أو ما في خطورة على المريض. صحيح. نسوي العملية. نعم. يكون تخدير الجراح يشوف إيش كثر الخشونة أثر على المريض. نعم. يعني القرار اللي يأخذه ترى المريض والدكتور، مو الدكتور بس. نعم. إذا أثر على حياته، مرة كبيرة في السن ما قامت تتحرك، راح تزيد نسب الجلطات لها. أكيد. يعني راح تقعد بس في الكرسي، فأنا راح أغير حياتها إذا أبدل لها المفصل مبكر. ويفرق إذا عمر 30 ولا عمر 50 ولا عمر 80. صحيح دكتور، هذه نقاط وايد مهمة، ودائما إحنا نقول هالكلام هذا أن ممارسة الرياضة وانقاص الوزن من الأمور الكثير يعني تأثر بشكل وايد كبير على الناس وعلى جودة حياتهم، خصوصا اللي يصيرون عندهم بعض هذه المشكلات ويكونون مصنفين من فئة كبار السن. دكتور أعتقد لاحظتوا أن تكلمنا يمكن قبل دقائق عن جودة الحياة بالنسبة حق الناس مثلا في الدول الغربية اللي دائما يمارسون الرياضة. دكتور أبي نصيحة منك تقدمها للسادة المشاهدين عن أهمية ممارسة الرياضة خصوصا في مجال تخصصك. ممارسة الرياضة راح تقوي عضلات ما حول المفصل، فراح تخفف الكثير من الآلام. حتى لو عندك خشونة ترى مو شرط تحتاج عملية، مو كل من عنده خشونة يحتاج عملية. صحيح. حتى لو أشعتك عظم على عظم. فالرياضة هو الحل الجوهري. لو ما فاد مع باقي العلاجات التحفظية ننتقل حق العلاج الجراحي، ونسبة السعادة بعد العلاج الجراحي توصل ل 97%. ممتاز. المريض ممتاز. يكون سعيد بشكل رهيب. ممتاز. وهذه دعوة ان احنا ندعو ان كل الاشخاص اللي يتعايشون مع هذه الآلام وهذه الامراض ان الحين في تطمينات جميلة جدا ونتائج ايجابية جراء عملية تبديل المفصل. دكتور هاشم العلي باسمي باسم اسرة برنامج توك كلينك نقدم لك كل الشكر على كل المعلومات القيمة. الله يسلمك، يعطيكم العافية. الله يعافيك ان شاء الله. اعزائي المشاهدين وصلنا حق نهاية حلقتنا لهذا اليوم، نشوفكم في حلقات قادمة إن شاء الله. مع السلامة.